هذا الخصف مصنوع من سعف النخيل، سعف النخلة، من قلب النخلة. هذا الخصف، الخصف هذا أول شيء يسفوه الحريم، يعملوا له استفافة. بعد ما يسفوه الحريم يخلي تقريبا يومين أو ثلاثة أيام بالاستفافة. طريقة تجهيز خياطته، الخياطة يخيطوا ريايل، الخياطة تطلها ساعتين أو ثلاث ساعات بالخصف الواحد. إذا هو بيستمر على خياطته على طول يعني ساعتين أو يعني ثلاث ساعات يستمر. الخصف هذا يستعمله للتمر. بعد ما يجفف التمر ويبس ويلفونه يحطونه بقفير ويحطوا داخل الخصف هذا ويخيطوا عليه. يجمعوا كم يراب يسمونه يراب هذا. بعد ما يحط التمر يسمى يراب. كم يراب؟ 30 40 50 يراب. ودوا وين؟ ودوا داخل مخزن. كذا واحد على واحد، واحد على واحد. يتم لي شهر شهرين لا وينزل لي عاده هلك وينزل منه دبس. يسمونه شو مدبسه. يسمونه مدبسه، ينزل الدبس يسمونه مدبسه. يجمع الدبس يسوي لي كما مجاري الفلايه فلي. وهناك مسوي لي درام يتجمع فيه الدبس ويعاد يشلوا منه على اليومين يو شافوا درام متروش شلوا منه خفوا منه هو يزيد يتم لي بعد فتره. شو يخيطوا هذا؟ هذا يخيطوه بالحبل. خياطه الخصب تبدي بالحبل. هو الحبل هذا مصنوع من ليف، من ليف النخل. ويبدي خياطه بالعسقه، العسقه الذي هي مال العدق. تسوي شو؟ الدق وتنعم وتخلل بالماء عشان ما تتقصص. تخلل بالماء لها فتره كذي، وبعدين تخيط بالخصف، تخيط بالخصف او تخيط بالقلبه مال النخله. حتى القلب مال النخله بعد يخيط فيها خصف. الليف هذا نصنع منه، نخيط منه النخلة، نسوي منه الدعن، نزف منه الدعن، نسوي منه البيت، الكريين، العريش، حق البحر، نستعمله حق البحر، حق الدوابي، حق اللنشات، لكل شيء نستعمله، خلف فوائد النخلة. ما وضح لكم ابو عبد الله كل شيء. اول يستعملوه من النخله هذا الجريد، هذا الجريد او الخوص هذا كله من جريد النخل. يشتغلون فيه عقب ما يدوا النخله يدوها يعني يقصوا الجريد منها. متى يقصوا الجريد؟ يوم يحدروا العثوج. خلاص الحين العثق ثقل وشيء منه داخل قلب النخله من فوق، صعب ان الواحد يعني يروح يخرف منه. فيسهلوا على العثج كيف؟ يدوا الجريد وينزلوه
النخلة، شو يستفيدون من الجريد بعدين؟ يشل منه السعف. السعف هذا يخدموه يسووا فيه عدة أشياء، جفران، أغطية، ومن ضمن هذه المصوغات والمصنوعات من النخلة أو من هذا الجريد اللي هو الخصف هذا. الخصف هذا أو الجراب هذا يستخدم حق شو؟ يستخدم حق تخزين التمر. كيف يسووه؟ يسووه محازم يشتغلوا فيه الحريم والريايل. الأول الريايل يعني شغلهم في البحر وشغلهم في النخل وشغلهم في الياسورة وفي شغلهم في غير ذلك، بس هم اللي يركبوا على النخلة ويعني بالحابول. الحابول بعد كذلك اللي يتسلقوا فيه النخلة من نفس النخلة يصنعوه. هذا الريال من عقل الخلابة مالت النخلة جن الحريم وسوى الشيء اللي يستفيدوا منه. من الخوص، من دعون، من حبال، ومن محازم يسووا فيها الخصيف، ومن جفران، ومن مهفة. يعني الجفير هذا كان يعني في كل بيت في السابق. الآن طبعا نحن تحولت عندنا هذه الأشياء، صارت أشياء بديلة. وتقريبا الحين عندنا في خرفكان انتهت هذه الأشياء تماما، انتهت هذه الأشياء تماما، لأن صار البديل موجود. لكن بقت الأشياء هذه في ذاكرة التراث، نحن حافظنا عليها علشان نحن نطلق عنها ما بين فترة وفترة لتذكير الأجيال الحاضرة، والأجيال الحاضرة يكون عندها المام في هذا الموضوع، وراح تكون للأجيال القادمة. النخلة أم كان معتمد عليها اعتماد كبير في الخليج العربي، وعندنا في المنطقة الشرقية لما كانت تزرع النخيل تزرع بكفاية أهل البيت أو أهل الحارة أو أهل النسب حسب المكان اللي متجمعين فيه الناس أن تكفيهم. وطبعاً لما تزيد الناس كانوا يسافروا لها في البحر ويجيبوها من العراق من الزبير. كانت المحامل كلها تشيل التمور من الزبير تشيلها بهذا الخصف. ما كانت في أواني يعني، ولا في أشياء بلاستيكية ولا حديدية يعني بشكل اللي هي تحمل فيها الأشياء الكبيرة. هذا الخصيف هذا يحمل جراب محمل كامل يجيبه من العراق بأنواع التمور، أنواع التمور. وتم استزراعها هنا، وقام العالم يشتغلوا على الاستفادة من هذه النخلة اللي يتعمل منها هذه الأشياء. طبعا هذا الحين عندنا محزم، المحزم هذا مال الخصيف هذا، هذا يشتغلوا فيه الحريم أكثر من الريايل، لأن الريايل شغلهم في الخلاب والزراعة وغيره، لكن هذا أكثر شيء يشتغلوا فيه الحريم. كل الأنواع المواد اللي يصنعوها من السعف ها يخدموها الحريم. يستخدموا فيه الميبر من الليف مال النخل يسووا الحبال، من الجريد كامل يسووا الدعون. الدعون تنفع بيوت أول، بيوت نعم، بيوت كانت من الدعون، كراهين، عرشان، يعني يستخدمون علشان إنه يعني يوقون يوم يسووا البيت يستخدمون الدعن والطين. وكان بيغوصون يجيبون اليشم ها ويضيفونه معه. بعدين قامت تجيب المحامل من أفريقيا الباستيل والدنشل وغير ذلك، وكانوا يسووا فيه السقوف علشان تكون أقوى في الجسم. لكن هذه تدخل في السقوف، تتسوى على شكل حصران وتتحط فوق البيوت من فوق، وكان يحط عليها الطمي والطين والتبن عزكم الله والسامعين ها، على أساس شو الأمطار لما تجي ما تنزل هذه الأشياء يعني، أو الماء ما ينزل على الناس اللي ساكنين وآمنين في هذا البيت. طبعا
حديثنا اليوم عن الصيف هذا بالذات هو جراب يخزن فيه التمور، وممكن بعض الغرف تعمل خاصة لهذا الجراب لتخزين الجراب هذا، علشان استخراج الدبس اللي هو عسل التمر. بعد ما يجف التمر من الدبس أصبح صالح للتخزين لفترة طويلة. طبعا الأول كنا احنا نجيب التمور من الخارج، الآن احنا أو في ذاك الزمن صار فائض عندنا لأن العدد قليل من الناس اللي موجودين، وزاد الخير عندنا، فقمنا احنا نصنع هذه الجرابات أو الخصيف هذا ونعبي فيه التمور ونرد نصدره مرة ثانية إلى الكويت والبحرين بطريقة عكسية. وكذلك قامت التبادلات ما بيننا وبين أهل المنطقة في الخليج العربي على أنواع وجودة التمور الموجودة. بالنسبة لين الخصيف أو الميبر هذا الآن من الحديد، كانوا يستخدموه من الحديد، يجيبوه من الهند مع أهل البحر. قبل كانوا يصنعوه من شوكة الفحل نفسه، النخل الشوكة مالته قوية وطويلة شوي، فكانوا يستخدمونها ويسنونها ويخبقونها من الخلف علشان يدخلوا فيها الحبل ويخيطوا فيها. وكذلك يصنعوه من نفس الكرب نفسه، اللي من قلب الكرب هذا يبسوه وعقب يسنوه ويسووه بديل عن الميبر. ما دام انه موجود الحديد وصل فاستغنوا الناس على الاشياء اللي ممكن تستهلك وتنتهي بسرعه وتتبدل، يعني بس كانوا يعيشوا عليها. هذه الحياه في السابق، الان هذه الحياه انتهت، اصبحت التمور تجي بانواع واشكال، والدبس يجي بانواع واشكال، والمصادر كثرت، فما احتاجت اهل المنطقه الا انها تخفف من الاراضي الزراعيه اللي موجوده عندها، لانها ما عادت بحاجه الزراعه الكثيفه او زراعه النخيل الكثيفه الا في اماكن تخصص على مساحات كبيره وتحصل دعم من الحكومه للاكتفاء الذاتي اللي في البلد. اما ما لنا غنى عن النخله، في اي مكان نكون موجودين، في مزرعه سواء في بيت سواء في شارع، اليوم هذه النخله كالام، اعتماد الخليج عليها اعتماد كامل، وموجوده الان في كل انحاء المدن اللي موجوده في دوله الامارات العربيه المتحده الله يحفظها، بتحصل هذه النخلة موجودة، وتحصل ناس قليلين يقومون في الأعمال هذه كحفاظ على التراث. القطعة هذه بروحها قبل هذا الخياطة تتغير لي حوالي 3 أيام قبل الخياطة، أنا هذا من بعد الخياطة، من بعد ما تخلص خياطة يمكن 3 ساعات 4 ساعات تستغرق، أو يعني ساعتين ما تستغرق وايد، بس هذا اسوافته تخليها وقت، واسوافه ما سفه إلا عندنا هناك الحرمة سفه، والحرمة تعرف يعني ملتهية في المطبخ ملتهية في البيت وملتهية بالشغل البيت والعيال، ما تتم يعني مستمر عليها على طول، يعني السفة على طول وزمن تخدم فيها.
Thank you.